برنامج ديال الدعم الاجتماعي وصولا الى المرحله ديال التعويضات العائليه. فهنا وقع واحد الارتباك بالنسبه للعائلات، ولاو كل واحد باغي ياخذ الدعم بوحده وباغيين ينقسموا، وكاين مشاكل كثيره في العائلات اللي كاينه حاليا، وكاين حتى الخصومات. حنا كنهضروا من ارض الواقع، يعني الناس حنا كنتعاملوا معاهم وكان يعني كيجيو لعندنا، فالناس وقعوا خصومات، الناس باغيين يتفارقوا، الناس ما فاهمينش مزيان، الا تفارقوا راه غادي يكون مشكل. فحنايا تنحاول الله يجزيكم بخير، حنا ما غاديش ندخلوا بزاف التفاصيل ديال هذه القضيه دي، الا كننصحكم انكم تبقاو مجموعين، ومن بعد غادي نعطيكم نصائح بالنسبه للناس اللي ممكن انهم يتفارقوا وما غادي يتشكل حتى شي عائق بالنسبه للعائله الاولى ولا الثانيه، حيت كاين جوج عائلات تيكونوا مجموعين وتي تي جاو مؤشر هابط، وممكن الى تفارقوا ممكن انهم يجيبوا المؤشر او لا فوق المؤشر، وحنا غادي نشرحوا لكم هذه القضيه هذه مزيان. وبالنسبه للناس اللي كيمشيو يتسجلوا حاليا، كيمشيو يتسجلوا تيديروا تيمشيو للسجل الوطني للسكان، تياخذوا ذاك المعرف الرقمي وكيمشيو يتسجلوا سجل اجتماعي، سجل اجتماعي موحد، وكيجيهم المؤشر مزيان، يعني كيجيبوا المعدل ديال 932.326 لتحت، ف تيمشيو تيتقيدوا مباشره للدعم ديال التعويضات العائليه، وكينساو بان خصهم يمشيو ويتسجلوا ويخرجوا الاستماره باش يدفعوها يعني الامو التضامن باش يستافدوا من التغطيه الصحيه بالمجان. الله يجازيكم بخير، الناس فكروا بعقلكم، يعني حنايا كنحاولوا ننصحكم، وحنايا عارفين بان هاد الفيديوهات كيتعاود شي حوايج فيهم، وحنا علاش كنعاودوهم؟ لان حنايا داك المشاكل كتعاود، ومن خلال هاد المشاكل اللي كتعاود فحنا كنطرحوها عاوتاني مره اخرى. فالخطوه اللي كدار من بعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وكتشوفوا المؤشر انكم جاكم مزيان يعني 9.326 لتحت، باش تستافدوا من التغطيه الصحيه والتعويضات العائليه بجوج، راه جوج مراحل كاينين، ماشي تمشيو ديجا باش مباشره تمشيو باش تاخذوا الفلوس، باش تمشيو تدفعوا الطلب باش ديال التعويضات العائليه. فكاين التغطيه الصحيه بالمجان، يعني تسجلوا وتاخذوا الطلب ديالكم وتدفعوه المقاطعه باش تستافدوا من التغطيه الصحيه بالمجان، ومن بعد عاد ولا في نفس الوقت تسجلوا فيهم بجوج، يعني ملي يجيكم المؤشر هابط تسجلوا في التعويضات في السجل في تخرجوا الاستماره ديال التغطيه الصحيه، وكذلك تسجلوا في التعويضات العائليه. سهله القضيه، يعني جوج المراحل، تنعاودها جوج المراحل اللي كاينين، من بعد تسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، كنظن ساهله هذه القضيه دي. اللي غيتسجل في السجل الاجتماعي الموحد وجاه المؤشر اللي تنهضروا على الناس اللي عندهم 9.326 غادي يدفع الطلب ديالو سميتو التعويضات على التغطيه الصحيه، يعني المتضامن، وتيتسجل في الدعم ديال التعويضات العائليه. اما اللي جاب اكثر من 9.326 وقل من 9.74 3001 ما بينات هادو بجوج، غادي يدفع مباشره للتعويضات العائليه. هادو اللي جابوا المؤشر فوق 9.326 وقل من 9.74 3001 غادي تسجلوا مباشره في التعويضات العائليه. كنظن نحبس حتى لهنايا، وتحياتي الى الفيديو القادم ان شاء الله.